مرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. يحل شهر رمضان هذا العام واليمن تدخل شهرها الثالث من الحرب، الحرب التي فرضت عليها في ظل حالة حصار داخلي وخارجي، حصار خانق ترافق مع انعدام الخدمات الأساسية وأزمة خانقة في المواد التموينية، وتتزامن معها حروب عبثية تشنها الميليشيا الحوثية على المدن وقصف على الأحياء السكنية، مما يجعل صيام المواطن اليمني ممزوجا بالمأساة والقهر واليتم. وعلى ضفة السياسة لم تستطع الأمم المتحدة فرض هدنة إنسانية رمضانية، فوفد الحكومة هدد بالانسحاب متهما الحوثي بإفشال المباحثات على الأرض وداخل جنيف أيضا، بينما أجلت الأمم المتحدة المباحثات التي تدخل يومها الرابع إلى يوم غد الجمعة في ظل حديث عن هدنة مرتقبة خلال الساعات القادمة. حرب وفقر وتقوى، تلك هي تفاصيل اليوم الأول من رمضان الأكثر صعوبة في اليمن، يعيشها الناس بروحانية رغم البداية الدامية التي استهدفت عددا من المساجد في صنعاء. لم تتوقف الحرب ولم ينتهي الحصار المضروب من قبل ميليشيا الحوثي والتحالف. تبدو آمال اليمنيين زهيدة وهم يعيشون تفاصيل فقرهم الإجباري الذي لا ينتهي عند توفير أبسط مقومات الحياة. يعني من الماء والكهرباء والغاز، هكذا تبدو المدن بأحيائها وشوارعها خالية من الحياة بعد هجرة معظم سكانها إلى القرى والأرياف وخارج الحدود. منفذ الوديعة أحد تلك الشواهد على اغتراب اليمنيين ومعاناتهم، وضع يؤكده تصريح للأمم المتحدة مطلع الشهر الجاري أن عدد النازحين في اليمن ارتفع إلى أكثر من مليون شخص، ولكن الواقع يبدو أعلى من ذلك. حمى الضنكية الأخرى اتخذت موقعها في مشاكل اليمن، فقد أعلن الصليب الأحمر عددا من المدن اليمنية مناطق موبوءة، وتؤكد الإحصائيات إصابة 5000 شخص بحمى الضنك في اليمن. وفيما تتوارد الأنباء عن هدنة إنسانية، يعني حتى ولو كانت هدنة إنسانية هذا الوقت، لأن الشعب اليمني اليوم في مرحلة صعبة جدا من الناحية الإنسانية، تبدو مفاوضات جنيف متأرجحة دون الاتفاق على أرضية المشاورات المزمعة، ولكن المؤكد هو تمديد المباحثات حتى يوم غد، سلسلة لا تنتهي من المآسي التي تأخذ اليمنيين بعيدا عن حياتهم وسط غبار الحرب وأطماع أمرائها. أعزائي المشاهدين، لمناقشة هذا المحور معنا هنا في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ حسن محمد مغلس. مرحبا بك أستاذ حسن، وكل عام وأنت بألف خير. طيب رمضان كريم. بداية أستاذ حسن، اليوم الأول من رمضان، يوم جديد، يوم ربما تتضاعف فيه المأساة على المواطن اليمني، كيف أنت تتابع الوضع العام في البلد خاصة واليمنيين يدخلون شهر رمضان؟ أولا نقول لهم كل لإخواننا وأهلنا في اليمن كل سنة وأنتم طيبين، وأعانكم الله على ما أنتم فيه، وإن شاء الله ربنا يكتب لهم الأجر المضاعف على هذه الأوضاع التي هم فيها. ثانيا، المأساة كثر التحدث عنها، مأساة لم تفصل كما ذكرت في بداية التقرير، ليس هناك فرق ما بين شهر رمضان وشهر شعبان والشهور التي قبله، الأمور متواصلة بالنسبة للاعتداء على هذه المناطق كلها، وكأن شيئا لا يعني ولكأن شهر رمضان لم يدخل عليهم، لأن هذا الحوثي لا يعرف لا شهر رمضان ولا شهر شعبان ولا شيء. إذا كان استباح النفس البشرية في هذه الأوقات اللي الشهور السابقة وما بعدها، فليس من الممكن نتوقع منه أن يعطي يعني نقول اعتبار لهذا الشهر. هو بالنسبة للحوثي لا يعطي اعتبار لهذا الشهر، المأساة تزداد، الإحصائيات تكبر كل يوم، كم أعداد القتلى، كم حمى الضنك، كم ضحاياها الآن أصبحوا بكثرة، يعني في داخل بالذات مناطق في عدن بكثرة من حمى الضنك كل يوم. نعم، نسمع هو الوضع الإنساني والاقتصادي والأمني هو صعب ومتدهور جدا بالنسبة لكل اليمنيين تقريبا، ولكن ربما لعدن خصوصية أكثر في هذا الظرف، وهي تعيش مأساة حقيقية في ظل تواجد أوبئة وأمراض وحصار اقتصادي شديد عليها. يعني ما حجم المشكلة الإنسانية في عدن وما مدى خطورتها؟ حجمها أولا في التقرير قلتم مليون نازح في اليمن بشكل عام، وفي عدن نفسها حينما تنزح أربع مديريات تنزح نزوحا كاملا، يعني 80% وأكثر
من هذه المديريات وهي الأكثر ازدحام السكان كريتر تنزح إلى مديريات أخرى متعبة أيضا. تخيل الموقف كيف عبارة عن تكدس لحم على لحم في البيت الواحد 4-5 أسر إلى 40 شخص يوصلون في بيوت ضيقة، وهي هذه الحالة في ظل وجود الحر، ناهيك عن الحمى الضنك التي موجودة في الأربع المديريات معلة والتواهي وخور مكسر، لأن عدد القتلى في هذه المناطق كثير، ولم يستطيعوا حتى نقل هذه الجثث من الطرفين القتلى، لكن من طرف المقاومين تم أخذهم، لكن في هناك قتلى أيضا كانوا من الحوثيين بقيوا فترة. هذا القتلى وأيضا القمامات التي لم يأخذها أحد، يعني ما في جهة تقوم بتنظيف المحافظة أكثر من هذا المرض، مرض حمى الضنك. عدد الضحايا حمى الضنك إلى الآن 300 فرد تقريبا. نعم. 300 تحول، تخيلي، وكم ألف، والحديث عن 10 يعني 5 إلى موتى يوميا بسبب هذا المرض. هذا 10 موتى، ما نوع في يوم المساعدات؟ في يوم واحد 13 شيء. هل ثمت مساعدات وصلت إلى عدن للتخفيف من هذه المأساة وخاصة على الصعيد؟ للأسف إذا من أين ستمر المساعدات بالذات المناطق هذه؟ يعني اليوم أمس طبيب اللي من أحد الأطباء الذي يعالج المرضى فيه توفي بسبب المرض نفسه، يعني لم يدرك لنفسه حتى المرض إلا العلاج. نعم. رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يكتب له الشهادة. إذا كان هذا ما قدر لم يستطع أن يصل إليه العلاج أيضا، فيعالجون بأبسط الوسائل بما يستطيعون يمتلكوه. الحصار، أنا أقول لك، من صنع المأساة، أنا أعتقد الأمم المتحدة هي الآن تجيد صناعة المآسي لنا. لا 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 لا, لا, لا نعتقد أن الحوثي هو يستطيع لوحده أن يعمل هذه المأساة. الأمم المتحدة بتماديها وتماهيها مع الحوثي، الآن نسمع قرأ تقرير الرئيس الوزير الخارجية، ونسمع تقرير الأستاذ عز الدين الأصبعي. نعم، سنعود بالتفصيل للتداعيات الوضع الإنساني للسياسي، لكن الآن دعنا في الإنساني. إلى أي مدى لا زالت المدينة محاصرة من الدخول وخروج المواد الغذائية والإغاثية إليها؟ ما زالت محاصرة الآن، ما زالت محاصرة. المناطق الشمالية الآن فيها الاقتتال من عدن، وهي منطقة بير أحمد، ومنطقة وأيضا انتخار جنوب بريقة في منطقة العمران. هذه المناطق محاصرة من قبل قوات الحوثي وصالح، يعني المنافذ الشمالية لعدن محاصرة، لا تستطيع أن تدخلي أي شيء. المنفذ الشرقي اللي في اتجاه أبيان محاصر. هذه كل المناطق المحاصرة، وللأسف أنا لا أدري من أين تأتي هذه الإمدادات، وما زال الإمدادات تأتي بتدفق، وكأن المعسكرات تولد لهم هؤلاء الأفراد. فهذه المناطق المحاصرة لا تسمح بدخول الإغاثة، مع أنه بالإمكان 100% أن تصل الإغاثة إلى منطقة البريقة، لأن بها ميناء المصافي، ميناء عنده القدرة على استيعاب البواخر كبيرة الحجم وتوصيل المعونات. ولكن في مرة واحدة أطلق الحوثي عدة قذائف بالمدفعية، وإن كان قيل لنا بعد كذا أن قوات التحالف مشكورة ضربت هذه المدفعية أو البطاريات، لكن لماذا لا يتم إسعاف المنطقة بهذه الأدوية والعلاجات والأغذية؟ إلى أي مدى دور السلطة المحلية ومكتب الصحة في عدن قائم للتخفيف من هذه المعاناة؟ إذا كنت تتحدثين عن السلطة المحلية، ليس هناك سلطة محلية بمعنى الكلمة. مكتب الصحة مثلاً. السلطة المحلية موجودة متمثلة بوكيل المحافظة ما زال يعمل في الساحة، وهو رئيس لجنة الدفاع عن عدن. وكيل المحافظة مع مجموعة مدراء المديريات، بعض مدراء المديريات، وفي غالبيتهم اللي كانوا في 8 مديريات، هؤلاء يقومون بما يستطيعون من الواجب. مكتب الصحة عبارة عن مكتب استشاري أصبح لا يستطيع أن يعني الآن إذا كنت تتحدثين عن مكتب الصحة كمكتب حكومي، لا نستطيع أن نقول عليه أنه يؤدي دوره كمكتب حكومي، إنما هي الخبرة السابقة لديه ومعرفته في المناطق، لأنه لا توجد مستشفيات، حتى نقول مكتب الصحة الحكومي، توجد مستشفيات في المدارس، يعني في منطقة كريتر، في منطقة الشعب، في حدثنا بقليل من التفصيل عن وضع المستشفيات في عدن. المستشفيات، مستشفى عدن طبعا، حتى باصب، مستشفى باصب في التواي ضرب ونهب وسيطر عليه الحوثيين. مستشفى عدن التعليمي في خور مكسر ضرب ونهب وسيطر عليه الحوثيين. ومستشفى اللي كان من السابق مغلق عند عدن مول برضو مغلق، مسيطر عليها يعني كثكنة عسكرية، مسيطر على الحوثيين. لا توجد مستشفيات الآن رسمية،
في منطقة الشيخ عثمان في المنصورة في موجود مستشفى تمام، ومستشفيات خاصة حق القطاع الخاص تشتغل، لكن في كريتر هناك في منطقة الشعب مدرسة روضة هي أساسا عند مسجد الضياء، هذه تحولت إلى مستشفى ميداني كذلك كان في الطويلة. هؤلاء يقومون بالعلاج ورغم سيطرة الحوثيين ما زالت على كريتر، إلا أنه يحاولون الآن الدكاترة إسعاف الناس من حمى الضنك، لم تعد هناك عمليات للقتل للجرح القتال، خلاص توقف القتال، توقفت المقاومة، المقاومة انسحبت داخل من كريتر لأنه كان الحوثي يضرب بعنف وبقوة لإحراق المدينة في ظل وجود المقاومة، فاضطرت المقاومة للانسحاب حتى خوفا على المدنيين. فالآن الموجودة من هذه المستشفيات قليلة جدا، تعتمد على بعض الوسائل البدائية وبعض الأدوية المتسربة. الآن تصوري سأقول لك على حاجة خطيرة، ألا تتواجد هذه المنظمات في عدن؟ غير موجودة، والدليل على ذلك ما وصلني خبر لهذا الأسبوع كان هناك مجموعة أدوية يتم تهريبها إلى الداخل حتى عبر النسوان النساء سيارة تهريبها من أجل إسعاف الناس، لكن يقوم الحوثيين بالتفتيش معكم أدوية؟ تصوري سؤال في النقطة يسأل الحوثي عن أدوية لماذا يريدها؟ يأخذها هو له، يأخذها لنفسه ويحرم المواطنين من هذه الأدوية. إلى هذا الحد يتم تهريب بعض الأدوية عبر أي وسيلة من الوسائل، بعض الأدوية تصل إلى وبعض المخازن الأدوية القديمة الموجودة في داخل الكريتر، جزا الله خير بعض التجار اللي لديهم هذه الأدوية يقومون بتقديم المساعدة للمرضى، ولكن يظل هناك الآن المتوالية أصبحت بتصبح هندسية مش متوالية عددية، ستقفز الأرقام قفز هندسي، يعني بتضاعف بدل 1 2 3 تظل 2 4 6 تضاعف عدد القتلى والضحايا، لأنه بهذه الطريقة أصلا الوباء ينتشر ويتوسع بطريقة انشطارية، سيصبح ستأتي كارثة لن نستطيع محاصرتها فيما بعد، لا نستطيع. والآن ندعو الأمم المتحدة بدل مضيعة الوقت في مع الصلح مع الحوثيين أن تجد حلا إسعافيا للمنطقة هذه، وهي عندها القدرة لو أرادت. ما هو المطلوب بالتحديد مثلا من المنظمات الدولية والإنسانية لإنقاذ يعني المدنيين في عدن وفي تعز وفي المناطق المنكوبة والمحاصرة؟ أنا سأسألك سؤال يعني بجواب السؤال، هل لو سئل الإنسان ما المطلوب يقال له إدخال الإسعاف؟ من يستطيع أن يدخل الإسعافات هذه؟ من يستطيع؟ القوة الآن اللي تمنعها القوة، قوة الحوثي وقوة صالح. دعنا نتحدث عن على الصعيد الإنساني فقط، على الصعيد المساعدات والحملات الإغاثية، ما أكثر ما يحتاجه أبناء هذه المحافظات المنكوبة الآن؟ هل هو غريب أن تحتاج المنطقة تحتاج إلى علاج؟ من يستطيع دخله الآن نحن محتاجين لعلاج وأغذية، الناس لا يجدون، كثير من الناس لا يجدون، تعز لا يجدون الماء، يعني يصل بعض أهل الخير يوصلون الماء وترين كم المئات الأشخاص على البوزة اللي نسميها الواية الماء يتقافزون عليها يجدون يريدون قطرة ماء، يعني بعض الأماكن لا يستطيعون إسعافهم بالماء بسبب وجود ماء لتغسيلهم من الحمى الضنك حتى فيموتون. إذا نحن محتاجين للماء، محتاجين للعلاج، محتاجين للغذاء، من يستطيع أن يدخله يتفضل. فهذه المنظمات الدولية تظهر لنا الآن كفاءتها هنا في هذه المنطقة، هذه المنطقة ليست صعبة أنه يدخل فيها. بالنظر للمشهد السياسي العام والحديث حول هدنة مرتقبة ربما تخرج من اجتماع جنيف وقد تحدثت عنها بعض المصادر من هناك، إلى أي مدى ممكن أن تساعد هذه الهدنة من التخفيف؟ إذا كنا مصادر من هناك اليوم نستمع إلى الرياض وزير خارجية يقول لم تكن هناك اي هدنه، لم يتحدثوا عن اي هدنه طر يعني او عن اي مشروع، هي تسريبات حوثيه وتسريبات من جهات اخرى على اساس انه اضعاف دور المقاومه وان هناك هدنه ستحدث واضعف المقاومه. حتى الان اذا كان وفد الحوثي لم يدخل الاجتماع، من وضع موضوع الهدنه هذه؟ من؟ امريكا ام بان كي مون؟ من الذي وضعها؟ ضمن يعني الاجنده ربما. ها؟ هي ضمن الأجندة وضمن سقف المخرجات التي ينبغي أن يخرج منها اجتماعنا. لكن يقال أن الحوثي ما زال يراوغ في هذه المسألة، مسألة الهدنة، ويطرح شروطه وهو الذي قال سيأتي بدون شروط. أنا أقول لك لن تكون هناك هدنة هذه بالحقيقة، حقيقة من يرفض هذه الهدنة؟ من الذي لا يريد هذه الهدنة غير هذا الحوثي؟ يعني هل المواطنين في عدن أو المقاومة سترفض هذه الهدنة؟ المطلوب هذه الهدنة من ناحية سياسية، أنا أقول كما قال وزير الخارجية أن هناك الآن
ضحك على الدقون في مسألة الحضور، مسألة أنه هناك الباحثة حفل الهدنة، هذا مطلب يتكلم عنه أحيانا ولد الشيخ، يقول أن هناك نريد هدنة ولكن لا يقومون بالتنفيذ الصحيح للهدنة. يعني حتى الآن لماذا لم يقبل الوفد الحوثي بالدخول للمفاوضات؟ لماذا؟ سوف نشرك معنا في هذا النقاش الدكتور عبد الباري باكر، وهو المحلل السياسي من موسكو. مرحبا بك بداية دكتور عبد الباري. أهلا بك أستاذ أسوان. دكتور عبد الباري، يعني المباحثات في جنيف تدخل يومها الرابع اليوم، وحديث عن تمديدها الى يوم غد في ظل تخبط في التصريحات وتناقض في بعضها وعدم وضوح رؤية لمخرجات هذا اللقاء، انت كيف تنظر الى هذا الاجتماع او المفاوضات المشاورات في جنيف؟ الى الان لا توجد مفاوضات ولا مشاورات ولا حوار في جنيف. وفد الحوثي يبدو أنهم ذهبوا لغاية مختلفة عما اتفق عليه. لحد الآن تصريحات الوفد الحكومي يقول أنها لم تبدأ أي مفاوضات ولم يبدأ أي حديث عن أي حوار أو اتفاقات، وكل ما يردد عن هدن إنسانية وعن أمور معينة هي تسريبات، لا أحد يدري من أين صدرت هذه التسريبات، لا يوجد شيء مطروح على الطاولة. إذا ما رأينا أنهم لحد الآن لم يختاروا الأشخاص المحاورين الذين ممكن أن يتحاوروا معهم أو يتحدثوا إليهم، فلحد الآن لا يوجد أي مؤتمر حوار ولا يوجد أي تفاوض على أرض الواقع الحقيقية. لا زال الحوثيين يتماهون، ويبدو أنهم ذهبوا لتسويق أنفسهم دوليا، ولكن يبدو أن الأمور تمشي عكس ما يريدون. ماذا بعد جنيف دكتور عبد الباري؟ يعني سواء اتفق المشاركون فيها على هدنة إنسانية، وهو كما يعتقد كثير من المحللين بأنه هذا أقصى ما يمكن أن تخرج به أن يخرج به هذا اللقاء، برأيك ماذا بعد جنيف، خاصة واليمنيون يعيشون ظرف شهر رمضان المبارك؟ جنيف لم تكن، أو بمعنى أصح لم يؤمل عليها اليمنيون، ولن تكن محطة فاصلة بحيث أنه يحدد ما قبل جنيف وما بعد جنيف. جنيف هي أتت في ضمن سياق آليات متبعة، والمعارك على أرض الميدان ماشية، والنمط المقاوم ماشي على أرض الميدان. جنيف أتت سلبية لدعوة أممية فقط، ليس أكثر من ذلك. نحن نعلم جميعا بالأسلوب الذي يجيدها الحوثيين من الحوار، حاورناهم جميعا في مؤتمر الحوار الوطني وما بعد الحوار الوطني، وأدرك اليمنيون جميعا كيف هؤلاء الناس يتحاورون وما هي اللغة التي يجيدون الحوار بها. الآن المقاومة الشعبية في شتى بقاع اليمن هي تحاور الحوثيين باللغة التي يفهمونها والتي يدركونها، وكذلك التحالف العربي يحاور الحوثيين باللغة التي يفهمونها، وحقيقة هم لا يفهمون إلا تلك اللغة، ويفهمون اللغة الأخرى التي جسدتها الناشطة ذكرى اليوم في المؤتمر الصحفي. لذلك لن يأتي مؤتمر جنيف بشيء، أو بمعنى أصح لم يتفاوضوا لحد الآن بشيء مدد التفاوض إلى يوم غدا مساء. وكما ذكر رئيس الوفد، أنا سمعت الدكتور ياسين منذ لحظات يتكلم بأنهم قد حجزوا تذاكر العودة. إذن لا تعتقد بأن تنفيذا للقرار الأممي 22/11 سيرى النور، أو أن ذلك سيكون ضمن المخرجات بأي شكل من الأشكال؟ لا توجد أي بوادر تشير إلى ذلك. أولئك الناس لم يذهبوا بجدية، ذهبوا إلى العبث، وإن كثروا 7 محاورين حسب الطلب الأممي الذي طلب منهم 7 بـ7 كما هو موضح لدى الجميع، إلى الآن لم يختاروا لفد المفاوض، إلى الآن لم يطرحوا شيء للنقاش، إلى الآن لم يجلسوا. لماذا ذهبوا إلى جنيف؟ لأجل الترويج ولأجل محاولة إطالة الأمد، بحيث أنهم يلعبون دائما، هم الحوثي يستغل دائما حكاية غباء الطرف الآخر، ولكن الوفد الحكومي لحد الآن أنا أعتقد أنه تعامل بذكاء وإيجابية مع الأحداث، بأنه لم ينسحب، بأنه بقي حتى اللحظات الأخيرة حتى يسحب كل الذرائع من تحت أقدام الحوثيين ويعريهم تعرية كاملة، وهذا الذي حاصل في المؤتمر، لم يحصل شيء من. إذا من استفاد من جنيف دكتور عبد الباري برأيك؟ الشرعية مستفيدة من مؤتمر جنيف بالتأكيد، والمقاومة مستفيدة من مؤتمر جنيف بالتأكيد،
لأن مؤتمر جنيف لم يحرك شيء في الأساس، إنما عرى الحوثيين وصالح عراهم بشكل أكبر أمام المجتمع الدولي بصورة واضحة وبصورة سجة يعني. ومع الأسف الشديد بأن هنالك تماهي معين من في الأمم المتحدة، وربما هناك كما يشاع خلف الكواليس ضغط أمريكي شديد بمحاولة إعطاء الحوثي إمكانيات كبيرة، ولكن سلوك الحوثيين في المؤتمر كان سلبي وكان سلبي لدرجة على ماذا يراهن دكتور عبد الباري الحوثيون في هذا التعنت وفي هذه الأساليب التي يمارسونها حتى وهم في أروقة الأمم المتحدة، كل هذا التعنت والتكبر ويعني التطاول على قرارات أممية وعلى سلطة شرعية وعلى قوى يعني شعبية يعني أوصلت لهم الرسالة بشكل أو بآخر، وكانت آخرها رسالة الصحفية ذكرى اليوم، على ماذا تراهن هذه الجماعة؟ يراهنون على نظرية القوة، حق القوة، بأنهم يملكون القوة ولذلك من حقهم أن يحكموا، وكأننا نعيش في غابة، الأسد يحكم الغابة لأنه هو الأقوى في الغابة ويأكل الحيوانات الضعيفة والصغيرة التي لا تنطاع لطوعه، كذلك الحوثيين هم يعتقدون أنهم في غابة لأن هذا سلوك طبيعي من جماعة همجية نشأت من الكهوف لا تحمل خلفية مشروع سياسي حقيقي واضح المعالم. نعم. إذا طرح ما هو مشروع جماعة الحوثيين، لا يوجد مشروع سياسي حقيقي واضح المعالم للناس. ما الذي يريدوه؟ هم يريدون الهيمنة ولا يريدون أن يحكموا. نعم، هم يريدون الهيمنة وهم بالفعل يمارسون سياسة الغاب والقوي يأكل الضعيف. الدكتور عبد الباري باكر، كنت معنا من موسكو عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. دكتور أستاذ حسن مغلس، الدكتور عبد الباري يتحدث عن سياسة الغاب أو ثقافة الغاب، القوي يأكل الضعيف، ولا احترام لا للقوانين ولا للقواعد ولا لأي قيم يعني تنظم العلاقة داخل هذا البلد. أنت برأيك كيف تنظر إلى الوضع المشهد السياسي العام في اليمن؟ هو وصف توصيف سليم، وأركز على النقطة التي قالها، هم ذراع أمريكا في المنطقة في اليمن، لأن الشعار الدائم اللي تعبون فيه ليل نهار الموت لأمريكا اتضح أنه هي شفرة بين أمريكا. نعم. هم الآن لولا التدخل الأمريكي وقوة أمريكا وتستخدم سكرتاريتها في الأمم المتحدة بالضغط علينا حتى لنتفاوض مع هؤلاء، من يريد أن يتفاوض مع هؤلاء وقد أقيمت كل المؤتمرات وكل الحوارات وبلغ يعني اكتفينا بهذه المفاوضات وما بقي إلا التنفيذ، فجاءوا لنا بهذه الحرب ليبيدوا هذا الشعب ويفرضوا. من المتوقع خلال الأيام القادمة؟ المتوقع هو لو ترفع يدها أمريكا شوية قليل بس هؤلاء سينتهون، أنا متأكد أنهم سينتهون، لكن المنظم الحقيقي لهم في هذه الحرب يجب أن يعلم الكل، المنظم الحقيقي لهم في هذه الحرب والذي يقوي سواعدهم هي أمريكا، والدليل على ذلك أنهم ذهبوا إلى أمريكا إلى جنيف لا يتفاوضون لأنهم لا يستطيعون أن يتفاوضوا، لا يفهمون ما حتى التفاوض، هم لا يفهمون هذه اللغة. نعم. الذي يتفاوض عنهم حتى أسلوب التفاوض مضحك، أن يتفاوض الأمم المتحدة تتفاوض مع الوفد اليمني ثم هي تتفاوض هي نفسها مع الوفد الحوثي، الله أعلم ماذا يدور بينهم. نعم. ولكن لا يلتقيان الوفدين مع بعض ولا حتى يراد يعني نحن نريد تفاوض مفضوح يعني حتى نرى هذا ماذا يفعلون بشفافية، لكن الذي يتفاوض عنهم هي الولايات المتحدة الأمريكية، هذا المفتوح، الولايات المتحدة الأمريكية هي من يتفاوض عن الحوثي للأسف الشديد، هي من يدافع عنه، هي من تقتل الشباب الآن بالطائرات دون طيار، وما زالت إلى الأيام هذه تضرب الشباب في داخل عدن وشبوة طائرات دون طيار، فجأة تأتي التحالف غير موجود وتقصف يعني، إذا قتلانا أكثرهم برضو أيضا من الطائرات دون طيار. إذا كان هؤلاء، إذا كان أمريكا الآن تتعامل معنا بهذا وتستغبينا، يعني نقول لها أن هذا الرهان الحوثي رهان خاسر مليون في المئة، لا يستطيع أن يواصل عدل المعركة. الآن في مفاوضات كما سمعنا، بعض الحوثيين يريدون أن يتفاوضوا مع بعض الشباب للخروج بأنفسهم إلى خارج عدن، وهذا حصل يعني الآن بدأ معنوياتهم ضعفت إلى حد بعيد. نعم. معنويات الموجودين داخل، ويحاول هو الآن فتح الحصار عنهم في شمال عدن من أجل أن يلحق أصحابه، يعني يقدم لهم العون المعنوي قبل العون المادي، يريد أن يقدم لهم عون معنوي. نعم. يعني لكم هذا.
نعم المحلل السياسي حسن محمد مغلس، كنت معنا في المساء اليمني لهذه الليلة. شكرا جزيلا لك، وكل عام وأنت بألف خير. أعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا لكم متابعتنا في المساء اليمني لهذا اليوم. من جديد رمضان كريم، وإلى اللقاء.